وفق المادة الرابعة من الدستور الأمير يزكي ولي العهد، وهذه التزكية لا تعني تعيينه، يجب أن يعرض هذا الأمر على مجلس الأمة وأن يوافق أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على المزكى، فإن حصلت الموافقة تم التعيين النهائي بأمر أميري. لم يحدث في السوابق إلى الآن أن المجلس لم يوفر هذه الأغلبية. في السوابق التي مرت كان هناك إجماع، علما بأن النص لا يوجب الإجماع، النص يوجب موافقة الأعضاء، أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وعندما أقول أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ننظر إلى المادة 80 من الدستور التي تقول بأن الوزراء أعضاء في المجلس. فإذا كان المجلس مكون من 65 عضو محسوب منهم الوزراء، فالأغلبية المطلوبة 33. الآن إذا لم تتوافر هذه الأغلبية، النص يكمل معالجة الفرضية، يقول الأمير في هذه الحالة يزكي على الأقل 3، على الأقل يعني 3-4. قلت لك لم يطبق هذا الجزء من النص في السابق، فما عندنا سوابق، وعدم وجود السوابق يفتح باب لاجتهادات إضافية. أوضح، 3 إذا من المتوقع ألا تتوافر أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لأي من 3، لأن تقسيم الأصوات يقود إلى هذا الإمكان. ما هو الحل؟ هناك رأي في الفقه قديم يقول من حصل على أعلى نسبة هو الذي يكون قد تم اختياره، وهذا رأي مبني على الواقعية، لأن يجب أن يتخذ قرار. إذن نذهب إلى أعلى الأصوات. هناك اجتهاد آخر، وقال في أستاذنا الدكتور عثمان عبد الملك، قال لا، يجب أن نحترم النص الذي يقول أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. فإذا لم يكشف التصويت بين 3 عن حصول أحدهم على هذه الأغلبية، نعيد التصويت بين 2، وإن لم تتوافق هذه الأغلبية نأخذ بأعلى الأصوات. هناك رأي أيضا متداول منسوب لنائب رئيس مجلس الأمة الأسبق الأستاذ مشاري الأنجري، يقول لا، يعرض كل واحد منهم من 3، يعني الأول يعرض ثم الثاني ثم الثالث حتى نصل إلى الأغلبية إذا حصلت الأغلبية المطلوبة في الأول. أنا لا أميل لهذا الرأي لسببين. السبب الأول أن الأصل التاريخي لهذا النص موجود في وثيقة 1921، وهذه الوثيقة تم تقديم 3 مرشحين معا وليس بالتعاقب. إذن الجذر التاريخي، وإذا تأملنا في نص المادة الرابعة، هو أخذ بنفس فكرة الفكرة الواردة في وثيقة 21، ولكن قلب الآلية. في 21 كانت الفكرة أن الأهالي يرشحون 3 والصباح يختارون 1، وقد تم ذلك. عندما أتوا لصياغة المادة الرابعة استوحوا هذه الفكرة ولكن قلبوها، فجعلوا الأمير هو من يرشح، ونستخدم في النص تعبير التزكية،
والمجلس يوافق على الترشيح واستخدمه في النص البيعة. إذن الأصل التاريخي للنص يتكلم عن 3 معان، زائد الأخذ بهذه الفكرة. أولا ظاهر النص لا يحملها، لأن النص أتى في المرة الثانية بدون هذا التوضيح. إذن نأخذ بالظاهر الأول للنص، 3 أو 4، المهم 3 على الأقل. هذا من جهة. من جهة أخرى لو أخذنا بهذه الفكرة لا نعلم موقف المجلس من المرشحين الآخرين. على كل حال هذه اجتهادات استباقية يمكن الإغراق فيها من الناحية العملية غير متوقع، لا أقول يستحيل ولكن غير متوقع أن ينتج في الواقعة القريبة، خاصة وأن النص تكلم عن أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. النص لا يفترض إجماع، الإجماع هذه حالة حدثت وقد تحدث وعلى الأرجح هي سوف تحدث، ولكن النص لا يفترضها. حتى لو نظرنا في الدستور وقارنا بالأغلبيات الأخرى، لم يفترض أغلبية الثلثين وهي أعلى من أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. هو وضع أغلبية الثلثين في حالة إقرار تعديل الدستور، الإقرار النهائي. أخذ بأغلبية الثلثين في حالة تجاوز اعتراض الأمير على القانون، طلب إعادة النظر إذا كان في ذات دور الانعقاد. أخذ بأغلبية الثلثين في مسألة تنحية الأمير. إذن هناك أغلبية أكبر من أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لم يستخدمها الدستور في موضوع ولاية العهد. على كل حال الأقرب من خلال السوابق هو إقرار التزكية لأول مرة. الآن كي يزكي الأمير هو يزكي بأمر أميري، فهذه إرادته المنفردة، ولكن لا يوجد ما يمنع الأمير من أن يستشير داخل الأسرة، أن يستشير خارج الأسرة. هذه سلطته التقديرية.